مجالين في مسيرة سلمية نظرا اللي حصل في المحافظة الانتقالية. يعني سيدات أكثر من 4 سيدات استشهدوا في مسيرة سلمية زينا بالظبط، تعدى عليهم بالضرب والعنف لحد ما ماتوا، غير في إصابات أكثر من 30-40 سيدة مصابين إصابات خطرة نتيجة سلاح أبيض. فإحنا جايين نوصل صوتنا لقلنا المجلس القومي لحقوق الإنسان. صوت زيح حق الشهداء مش هيضيع، صوت زيح حق الشهداء مش هيضيع. النهارده نازلين عشان الدفاع عن حقوق البنات والستات اللي اتضربت في المنصورة واللي اتهانت في المنصورة ومن قبلها في الشرقية، وأنا موجودة في الميدان عشان الشرعية في ميدان النهضة، عشان الشرعية وعشان كلمة الحق وعشان خاطر مش الدكتور مرسي بس، احنا عايزين نثبت رئيس. مش كل يوم يجي رئيس وانتوا بعد سنه تشيلوه ونرجع نجيب رئيس تاني وبعد ومرحله انتقاليه ومرحله انتقاليه، كده كتير علينا. في حدود شرعية ليه، يعني مش بيخرجوا كده وخلاص، ما بيخرجوش كده وخلاص، لا الشيوخ قالوا لنا لازم يبقى في حدود شرعية، أولا بأمر الزوج لازم يبقى موافق، ثانيا يكون ما فيش اختلاط مع الرجال، لا حرج شرعي على خروج النساء من زمان، وإحنا بنسمع بتوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة بيقول لك المرأة لازم تشارك الرجل في حاجات كتير، دلوقتي ما بيعترضوا على إيه؟ على خروج النساء. اشمعنى كانت عايزه تشارك المرأة في العمل وفي القضاء وفي السياسه؟ هم معايا قوم تلفزيون، هم معايا قوم تلفزيون.